للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني بعد تحية، ملف التنمية في سيناء يخطو خطوات كبيرة وواسعة بدأت تجني ثمارها بشكل كبير. من عكس أو من انعكاس ذلك على أهالي سيناء بشكل خاص والدولة بشكل عام، قراءتك لملف التنمية في سيناء؟ وعلى مدى الحقيقه يعني ما تم انفاقه في سيناء خلال 8 سنوات او 9 سنوات يفوق ما تم انفاقه منذ تحرير سيناء في عام 85. الحقيقه يعني بعد خروج الاحتلال فضل طبعا كان في جزء سياحه، جزء تنميه عاديه، لكن النهارده الحقيقه ما تم نوع من التنميه مخصص، تنقيط مياه، اراضي، اصلاح اراضي ما يقرب من النص مليون فدان، في طرق، في كمان الانفاق اللي ربطت سينا بالوادي والدلتا على طول القصه. يعني فده كل ده الحقيقه تاكيد لفكره انه امان سينا وامان مصر جزء منه اساسي هو تنميه سينا وتوطين المواطنين فيها بشكل تكون مدن قادره على الاستدامه والاستمرار، فكره توفير الميه، الزراعه، المدن السكنيه، زي ما قلنا شبكات الطرق، وفي تفكير تجاه انه يكون في قطار ايضا بيربط سينا بالوادي والدلتا اللي هو ما سبق ولاول مره ارتباط دائم بمجموعه انفاق، وما يعني نفق الشهيد احمد حمدي تم ازدواجه وافتتاحه بقى في نفقين، وفي خمس انفاق اخرى على طول القناه في بورسعيد، في الاسماعيليه، السويس. فده طبعا تاكيد لفكره الاستمراريه والاستدامه في التنميه بالنسبه لسينا. وده زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، قال احنا هنشكركم بس مش هنشكركم بالكلام، هنشكر بانهم ازاي هم قدموا كل شيء من ايام الاحتلال. الحقيقه قدموا كتير جدا وفي ابطال كثيرين تم تكريمهم، لكن في مواجهه الارهاب الحقيقه احنا عارفين ان الارهاب فكك دول من حوالينا وهزم دول ورفع رايات سوداء، لم يحدث انه تم رفع رايات سوداء على سيناء، وابنائنا من الجيش والشرطه قدموا تضحيات مهمه جدا وحقيقيه. صحيح. وابناء سيناء ايضا الحقيقه كانوا يدا بيد مع القوات المسلحه والشرطه وحتى الان، وهذا مش زي الرئيس ما قال مش شكر ده حقهم، وانه مش بنقول سيناء او الاقصر او اسوان، بنقول المصريين كانهم مواطنين مصريين يقوموا بواجبهم الحقيقي، وبطولاتهم دي مسجله في تواريخ وفي اعمال توثيقيه كثيره يعني. نعم. نعم، أستاذ أكرم، حضرتك الحقيقة تحدثت عن نقطتين في منتهى الأهمية. النقطة الأولى مسألة الاستدامة والاستمرارية، كيف يمكن أن نحافظ على هذه الاستدامة والاستمرارية في التنمية الشاملة من خلال مختلف المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها سيناء من جهة. النقطة الأخرى اللي حضرتك تحدثت عنها التوازن اللي حدث بالفعل واللي قدرت مصر أن هي تحققه بين ملفين في منتهى الأهمية، ملف مواجهة الإرهاب، وفي نفس الوقت هذا الملف كان بيسير بالتوازي مع التنمية والمشروعات التنموية، كل ذلك تحديدا كانت بتشهده سيناء وما زالت حتى الآن. وفي التنمية والاستدامة الحقيقة فكرة أنه يبقى في مجتمعات زراعية ومجتمعات صناعية، في طاقة شمسية، في محطات تنقية مياه، في محطات تحليل مياه أيضا. نعم. شفنا المحسمة ومحطات أخرى كثيرة، وفي نقل المياه عبر أكثر من نفق بشكل معين، وطرق السلام وغيره، دي تنميه مستديمه. احنا عارفين ان السياحه برغم انها نشاط مهم جدا ومربح ومفيد جدا، وسينا كلها ثروات وفنون يعني انسانيه والطقس وغيره، لكن السياحه برضه نشاط لا يكفي وحده لان يكون هناك نشاط استدامه، لانه السياحه ترتبط باماكن معينه بسياحه، وحابين ان سياحه شاطئيه وغيره بالاضافه الى السياحه الدينيه في سانت كاترين وجبل موسى وغيره، لانه دي كانت مهبط الاديان يعني ومقدسه وفيها جزء مقدس الوادي المقدس وغيره، ده يعني بيجذب مواطنين وسياح وبشكل كبير، لكن كمان الحقيقه فكره الزراعه، الصناعه، الطاقه الشمسيه، المياه، كل ده مع المدن السكنيه بيوفر فرص عمل مستديمه، بيوفر مجتمعات مستديمه،
عمل طوال العام، كل ده الحقيقه عاكس في فكره التنميه المستديمه بشكل كبير. فكره الارهاب اعتقد انه مصر سجلت بشكل مهم جدا تجربه غير مسبوقه في العالم العربي وفي الدول حوالينا كثيره تفككت، لم يحدث هذا في مصر. والارهاب ده ما هوش حرب نظاميه لكنه حرب خائنه او حرب بنسميها حرب الجرذان لانهم بيختبوا القوه. واهالي سينا دفعوا ثمن كبير جدا لو شفنا في مسجد الروضه وفي غيره، يعني مسلمين ومسيحيين ومواطنين من كل الاتجاهات والاعمار، والارهاب اسود لا دين له ولا عقل ولا وقدرت يعني مصر ان هي تنجح في مواجهه الارهاب بشكل كبير، اصبحت الحقيقه يعني مثل يحتذى به امام العالم كله، وخصوصا انه كان في مواجهه لملف الارهاب او كان في مواجهه للارهاب، وعلى الجانب الاخر ايضا وبالتوازي كانت هناك مشروعات تنمويه عملاقه بتشهدها سيناء حتى الان. استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه.